خطبة السيد مقتدى الصدر اليوم التي ألقاها الشيخ محمود جياشي بصراحة هي يعني تأكيد على برنامجه الانتخابي الذي قدمه السيد مقتدى الصدر قبل الانتخابات والبرنامج الحكومة الذي قدمه بعد الانتخابات، وكان لديه مشروع إصلاحي. هذا المشروع لا يختلف كثيرا عن خطة اليوم، فهو يتحدث عن محاربة الفساد، حصر السلاح بيد الدولة، تقوية الدولة، تقوية مؤسسات الدولة. فأنا أتوقع أن السيد مقتدى الصدر هذه المرة يعني ربما البعض يعتقد أنه أعطى الضوء الأخضر للقوى السياسية في تشكيل حكومة، لكن التشكيل للحكومة يجب أن يكون مرهونا، وهو استدرك بالقول بأن هناك يعني شروط يريدها السيد مقتدى الصدر لأن تكون الحكومة حكومة بالتأكيد هي حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة. وعلى هذا قدم يعني مجموعة من الشروط، إن تمكنت قوى الإطار التنسيقي والمتحالفين معهم من الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، فإن السيد مقتدى الصدر هو غير متمسك. وبدورهم دكتور مجاشع يؤكدون يعني أطراف الإطار التنسيقي أو حتى بقية القوى السياسية يعني يؤكدون بأنهم يعني يجمعون على الرسائل التي يعني تضمنها مشروع السيد مقتدى الصدر الإصلاحي، تلك المتعلقة بالمجرب لا يجرب، وإلا بالتالي العودة إلى المأساة القديمة، حصر السلاح بيد الدولة، ما يتعلق أيضا بإخراج الاحتلال بالطرق الدبلوماسية. لكن آليات تحقيق ذلك ما يختلفون بشأنه، ووصل بنا إلى هذه النقطة. نعم بالتأكيد سيدتي العزيزة، يعني هذه الشروط التي قدمها السيد مقتدى الصدر هي شروط تكاد أن تكون هي يعني فعلا خلاص لأوضاع العراق في الداخل. يعني الأوضاع الآن وصلت إلى حالة للأسف الشديد حالة لا ترضي الجميع، وهناك الكثير من المشاكل والتحديات. الحكومة يعني الإطار التنسيقي والمفاوضات التي تجرى منذ أكثر من شهر للوصول إلى تشكيل حكومة تصطدم حقيقة بهذه المطالب الشعبية. مطالب السيد مقتدى الصدر ربما لا تختلف عن مطالب الشارع العراقي. الشارع العراقي يريد أشياء من القوى السياسية، وهو خرج عليهم بتظاهرات عام 2019 وتم تهدئة الأمور لحين إجراء إصلاحات، لكن للأسف الشديد بعد العام 2021 وبعد ظهور النتائج لاحظنا أن القوى السياسية لا تزال متمسكة بنفس النهج وبنفس المشروع الذي شكلت عليه الحكومات السابقة وسارت عليه العملية السياسية. لهذا ربما السيد مقتدى الصدر هو أكثر واقعية من القوى السياسية. القوى السياسية الآن تخرج علينا يعني مصطلحات جديدة، أحيانا يتحدثون عن حكومة تكنوقراط، وبعضها يقولون نريد حكومة مستقلين، واليوم يتحدثوا عن حكومة خدمة، لكن حكومة الخدمة لا يمكن أن تتحقق في ظل نفس المشروع ونفس النهج السياسي.